وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وما زلنا في أبواب الجمعة، وانتهينا عند باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن مخول بإسناده ومعناه، وزاد: في صلاة الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. نعم، هذا الحديث فيه السنة في قراءة صلاة الفجر يوم الجمعة بالسجدة والإنسان، وكذلك في صلاة الجمعة بنفس صلاة الجمعة أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. طبعا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه السنة الغالبة، أنه كان يصلي بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية في صلاة الجمعة، وأحيانا يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون. من الناس الآن عندنا صنفان يخالفون عن السنة، وصنف يعني مقصر ليس عليه إثم يعني ولا شيء. الصنف المقصر هو الذي لا يقرأ لا بالسجدة ولا بالإنسان مطلقا، يعني دائما يقرأ يعني ما تيسر من القرآن في فجر الجمعة، هذا عنده تقصير. لكن هنالك صنفان يخالفان السنة، وأمرهما شر من أمر من ترك قراءة السورة. الصنف الأول هو من يقرأ بسورة السجدة ويقسمها شطرين، شطرا في الركعة الأولى وشطرا في الركعة الثانية، فهذا مخالف للسنة، فإما أن تقرأ بها وبالإنسان في الركعة الثانية وإما أن تدعهما. الصنف الثاني المخالف للسنة هو من يتعمد أن يقرأ بغير السجدة والإنسان، لكنه يتعمد أن يقرأ بسورة فيها سجدة في الركعة الأولى، كلاهما مخالف للسنة. خيرهم يعني خير هؤلاء المقصرين من لم يقرأ لا بالسجدة ولا بالإنسان، هذا مقصر يعني ما عمل بهذا الأمر المستحب. أما أن يخالف عن السنة ويتعمد لأنه إما أنه يعتقد أنه يمكنه التجزئة في عمل السنة، وإما أنه يعتقد أنه يمكنه أن يصلي بسجدة وأن المقصود هو نفس السجدة، وهذا خطأ وهذا خطأ. وأما بالنسبة لسورة الجمعة والمنافقون وسورة سبح وسورة الغاشية، فيلحظ من يحاول النظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقرأه في سواء كان في فجر الجمعة أم في صلاة الجمعة بالنوعين، يلحظ عناية القرآن بأمور العقيدة وأمور الإيمان والمغيبات والمعاد والحديث عن الجنة والنار والحديث عن أعمال القلوب والصدق والكذب في الإيمان. وكذلك بالنسبة لسورة المنافقون واضح، نتكلم عن المنافقين تفضح المنافقين وتبين حقيقة ما هم عليه. بالنسبة لسورة الجمعة فيها أيضا كلام عن العقائد وعن الأمم السابقة، الحديث عن يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن قضية كما يعني في بداية السورة
يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم فتكلم عن هذه الأمة وقال قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. وتكلم عن يعني المقصود من كلام أمور العقائد ماثلة واضحة في هذا. في سورة سبح اسم ربك الأعلى فيها موعظة وفيها بيان لبعض الكلام عن التوحيد في بداية السورة، وفيها التذكير، وفيها أيضا ذكر للأمم السابقة من خلال ذكر الصحف وما جاء في بعض تلك الصحف. المهم أنك تلحظ عناية القرآن في السور التي سن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة بها في مسألة الاعتقاد، مسألة الإيمان، مسألة المعاد وما إلى ذلك، أكثر من عناية القرآن في بيان الأحكام الشرعية في السور التي تقرأ في الصلوات المسنونة، وإنما فيها فقط في سورة الجمعة يوم الجمعة، ولعل ذلك يكون لمناسبة أنك تصلي الجمعة فتتعلم بعض أحكامه فقط، وخاصة أنه كان في أول الأمر الجمعة له حكم ثم بعد ذلك تغير هذا الحكم بحسب ما جاء في سورة الجمعة. نعم، طبعا الحديث المذكور هذا كله في الصحيح، صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اللبس للجمعة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء يعني تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر أخا له مشركا بمكة. نعم، مصعب هذا الإسناد نعم، يعني عند غير البخاري مقيدا بابن عمر. طيب، هذا الحديث فيه أن عمر رضي الله عنه لما كساه النبي عليه الصلاة والسلام ما كساه سأل متعجبا، سأل يعني متعجبا من صنيع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما رغب إليه أن يأخذ أو أن يكسو نفسه شيئا يلقى به الناس الوجوه كذا يصلي فيها، يعني يلبسها عندما يعني يريد أن يظهر في حلة جميلة، ولا سيما يوم الجمعة، لأنه استقر عندهم أن اللبس يوم الجمعة يكون ماذا، أن يلبس لبسة جميلة يوم الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر هذا وقال بأن هذا لا يلبسه إلا من لا خلق له في الآخرة، ليس له نصيب في الآخرة. ثم جاءته حلة سيراء، وهي ثم جاءته إيش حلة؟ نعم، قال: ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، يعني أيضا من نفس السيراء، هي التي فيها سيور من يعني فيها خطوط من الحرير بحيث تكون أكثر من 3 أصابع أو 4 أصابع، يعني أكثر من الحد الذي شرعه الشارع. فقال عمر: كسوتنيها يا رسول الله وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. تعجب، وهذا التعجب ليس اعتراضا، ليس من باب المعارضة، لأن لا يجوز الاعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، بل الاعتراض عليه قد يصل إلى الكفر والخروج من ملة الإسلام. ومع الأسف الشديد نسمع بعض الناس يعد مثل هذا، يقول لك هذا معارضة وهذا اعتراض وكذا، هذا الكلام باطل، هذا الكلام غير صحيح، وهذا يدل على جهل من قاله وضعف فهمه لمنهج الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها لتلبسها، ما أعطيتك إياها من أجل أن تلبسها، أنت عندك علم في الأمر وانتهت القضية. من الذي يلبس مثل هذا اللباس؟ النساء ليس عليها شيء في لباس هذا، لكن عمر رضي الله عنه كساها أخا له مشركا في مكة.
هل يحل للمشرك أن يلبسها؟ هناك جوابان. الجواب الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم في الآخرة، وهؤلاء ليس لهم خلاق في الآخرة، لبسوا أو لم يلبسوا ليس لهم في الآخرة من نصيب. الجواب الثاني أنه إنما أعطاه إياها أيضا لينتفع بها، من أن يكسوها بعض أهله، أن يبيعها بهذا أو ذاك. وبعض أهل العلم تكلم على هذه المسألة وما يماثلها في أن يهدي الإنسان الحرير وغيره للمشركين أو أهل الكتاب، فإن فعل ذلك أعانهم على الباطل إن كانوا مؤاخذين بذلك. وهذا ينبني على مسألة أصولية، وهي هل المشركون أو هل غير المسلمين مطالبون بفروع الشريعة؟ والصحيح أنهم مطالبون، وأنهم يؤخذون على الزنا والسرقة وشرب الخمر والظلم وترك الصلاة، ولو فعلوها ما صحت منهم. فإن قيل فما الفائدة من أمرهم بها مع أنها لا تصح منهم؟ قلنا لهم لو فعلوها لم تصح منهم وهم على شركهم، ولكنها تجب عليهم بشرط أن يعملوا، يعني تجب عليهم فتصح منهم، لكن لصحتها شرطا لم يفعلوه، وهو أن يسبق ذلك الإسلام. مثل الصلاة، صلاة واجب على المسلم، فلو صلىها من غير وضوء ما صحت منه، فهذا لا يعني أنها لا تصح الصلاة منه دائما، وإنما لا تصح إذا فوت شرطها. الشرط أحيانا يكون كبيرا كالإسلام، وأحيانا يكون فرعا مثل الوضوء، هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس وعمر بن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: وجد عمر بن الخطاب حلة استبرق تباع بالسوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابتع هذه، تجمل بها للعيد وللوفود. ثم ساق الحديث: والأول أتم. الأول أتم، عن هذا في الصحيحين. نعم. قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجد، أو ما على أحدكم إن وجدتم، أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال عمرو: صحيح، مهنته وليس مهنته. نعم، صحيح الضبط، مهنته وليس مهنته بالفتح. والذي قال بأنها يعني على التخيير خطأ. قال الأصمعي رحمه الله: لا يقال مهنة بالكسر. لذلك ذكر الزمخشري أنها بالفتح، وقال بعضهم بالكسر، والأثبات يقولون هذا خطأ، يعني الكسر في مهنة خطأ. صحيح أنها مهنة، أنها مهنة وليس مهنة. صحيح أنها مهنة وليس مهنة. نعم، اقرأها بمهنة. أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال عمرو: وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك على المنبر. قال أبو داود: رواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث فيه اتخاذ الثوب للجمعة، ولا يمكن أن يكون المقصود أن يتخذ أي ثوب، وإنما المقصود أن يخص الثوب للجمعة، وهذا يعني أنه يخص ثوبا جيدا من حيث منظره، من حيث نظافته، ولا يعني ذلك أن يشتري ثوبا جديدا. ففرق بين الجيد والجميل وبين الجديد. ما يشترط الجديد، بل قد يكون جديدا ولا يكون جيدا، كأن يكون ضيقا أو شفافا أو كذا، لكنه يستعمل الأجمل والأجود للجمعة. هذا إن كان عنده يسر، أما إذا كان ما عنده يسر في ذلك وكذا، فإنه له أن يستعمل الثوب لكل شيء، ثوب المهنة، أي الثوب الذي يتبذل به،
ويبدو والله أعلم أنه كانت تسمى بعض الثياب أحيانا يقال ثوب المهنة وأحيانا يقال ثوب البذلة. البذلة، فالأصل في البذلة هو الحط من قيمة الثوب، ويبدو أن الناس فاتهم هذا حتى صاروا يسمون البذلة للثوب الجيد والجميل، وهذا غلط. الأصل أن البذلة هو المهنة، يعني الثوب الممتهن أو الثوب الذي يستعمل في مهنة الإنسان، ما يستعمله في عمله في البيت، في عمله في أشياء، بخلاف الثوب الجميل والثوب الذي اختص به. فهذا لعله يكون فيه فائدة في المصطلحات الجديدة كيف تغيرت بحيث انقلب، فصار يقول البس بذلة حتى تكون إيش أجمل، مع أن الأصل في أنه إيش أن يلبس الثوب الجميل لا البذل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. نعم، هذا الحديث حديث حسن الإسناد، لكن هنا يعني أحب أن أنبه إلى ملحوظة في التحقيق. المحقق يذكر لي هذا الحديث لكل قطعة منه شاهدا، فذكر من الشواهد التي ذكر، قال: ويشهد لقطعة النهي عن التحلق وحدها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وسيأتي عند المصنف برقم كذا، ولفظه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: قوله عزين، قال البغوي: يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد. هذا خطأ، ليس هكذا يستشهد للحديث، بل يستشهد للحديث إما بحديث مثله أو بحديث بمعناه، وهذا لا مثله ولا معناه وليس له أدنى علاقة. الحديث الذي فيه أنهم كانوا متفرقين هذا ليس في الجمعة، بل هذا في كل وقت، وإنما المقصود التحلق قبل صلاة الجمعة في يوم الجمعة فقط. النهي عن التحلق يعني أن يكون الناس أن يتحلق الناس يكونوا أن يكونوا حلقة يدرسون، يتذاكرون، يتعلمون، يقرؤون، بغض النظر عن ذلك. فأي حلقة في المسجد أو حلقتين أو ثلاث أو غير ذلك، كل ذلك منهي عنه. السلام. فالنهي ليس من أجل التفرق الحلق، وإنما من أجل التحلق نفسه قبل الجمعة. أما هذا الحديث في مسلم فإنه عام، في وقد ثبت النهي في أحاديث جمعت هذه الخصال. فالشاهد من كلام نلحظ في هذا الحديث النهي عن شراء وبيع في المسجد، وفي المسجد الجمعة أم في غير الجمعة، في كل يوم، في كل لحظة، في أي وقت، سواء كان فيه صلاة ولا ما فيه صلاة. وأن تنشد فيه الضالة، وأن تنشد فيه ضالة، يقول فلان أنا ضاع لي ساعة، فلان أنا فات كذا، أنا ضاع لي كذا، هذا في أي وقت حتى لو لم يكن هناك صلاة، وفي جمعة أو غيرها. قال: ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. ألا تجد فرقا بين هذه وهذه وتلك؟ لذلك إخواني بارك الله عليكم، الاستشهاد للحديث لا يصلح بكل شيء، لابد من أن يكون فيه شاهد، وإلا لاقتضى ذلك أن يكون هذا النهي عن التحلق يوم الجمعة في قبل الصلاة أن يكون هذا في كل يوم، أو أن يختص قول النبي عليه الصلاة والسلام ما لي أراكم عزين في ما قبل صلاة الجمعة. فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح، فلا يستدل به ولا يستشهد به. وأخشى أن يكون مقصود المحقق في ذلك أنه لا بأس في الحلقة يوم الجمعة قبل الصلاة،
لماذا؟ لأن المنهي عنه حلق متفرقة، وبالتالي درس قبل الجمعة ما في مشكلة، وهذا ما كان ينهى عنه السلف، هذا غير صحيح. وبعض الناس يجلس للناس قبل الجمعة يعني يصنع لهم درسا ساعة أو ساعتين أو أكثر من ذلك، وأحيانا يكون سؤال وجواب. والأصل أن الناس يتفرغون قبل صلاة الجمعة للصلاة فقط، أن يصلوا، وهذا يفرغ قلوبهم ويهيئ نفوسهم بموعظة الجمعة. وصلاة خطبة الجمعة هي موعظة، خطبة الجمعة موعظة، فإذا سبقت بدروس وكلام كثير ما بقي في القلب لها مكان، فتفوت المصلحة فيها، وهي يوم في الأسبوع، فأنت تضيع هذا اليوم بهذا الدرس الذي تفعله. الدرس قبل الجمعة منهي عنه، ينبغي علينا أن لا نقبل به سواء قعودا أو قياما كما يفعل بعض الناس، كل ذلك منهي عنه والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثوبي مهنته. أن محمد بن يحيى بن حبان، نعم هو صحيح لغيري، هو صحيح لغيري، هذا الحديث حديث أحمد بن صالح المصري صحيح لغيره، وإلا فهو في نفسه فيه إرسال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في اتخاذ المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي، حدثني أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر من معوده، فسألوه عن ذلك فقال: والله إني لأعرف مما هو، ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليها إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هاهنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر عليها، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، هذا في أن قوما تجادلوا فيما بينهم ما هي المادة التي صنع منها المنبر، وهذا في نفسه قد لا يكون مفيدا كثيرا، لكن قد يكون بالنسبة لهم فيه فائدة، بحيث يعني يقال: هل يصنع المنبر من خشب أو من حجر، وهل يتعلق بذلك سنة معينة؟ فالظاهر والله أعلم أنه لا أثر لذلك، وإنما أن لا يكون المنبر مزوقا ومزخرفا وكذا فقط. أما أن يصنع من الحجر أو الخشب أو غير ذلك فذلك لا يضر. فسألوا خبيرا بذلك وهو سهل بن سعد رضي الله عنه، فكأنه يقول لهم: على الخبير سقطتم أو وقعتم، فأنا أعرف مما صنع وأي يوم وضع وأي يوم خطب عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأول مرة. فلاحظوا أنه اهتم بأن يذكر لهم ما فيه منفعة بالإضافة إلى ما امتروا فيه. امتروا يعني تجادلوا بينهم، وهذا شأن صاحب العلم، أنه إذا سأله سائل عن شيء يعني فائدته قليلة، فإما أن يضرب عن الجواب، وإما أن يذكر له ما فيه فائدة يستفاد منه، لا يكون جواب مثل السؤال لا فائدة منه. فقال: والله إني لا أعرف مما هو، يعني مادة المنبر، ولقد رأيته أول يوم وضع، فيعرف أول يوم وضع فيه، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين القصة.
ومما بين أنه في أول مرة وضع وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام علم النبي عليه الصلاة والسلام الناس الصلاة بشكل عملي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صعد على الدرجة الأولى والدرجة الثانية واستقبل القبلة وكبر وصلى بالناس. الآن عندما يصعد إلى المنبر ويكون في علو الناس يشاهدون صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لأن المنبر ليس فيه مساحة للسجود فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد نزل في أصل المنبر وصلى في سجد في أصل المنبر تحت الدرجة، يعني كان منبر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث درجات، مرقتين ومجلسا أو مرقتين ومقعدا، هي ثلاث درجات، درجتان للرقي ودرجة للقعود، وهذا يجمع بين الأقوال، بين قول من يقول ثلاث درجات وبين من يقول كان درجتين، أي درجتين للرقي وثلاث درجات مرقتان ومقعدا. نعم، طبعا كلمة ولتعلموا ببعض المطبوع ولتعلموا، وهذا غلط، هي ولتعلموا أي لتتعلموا، فيصحح لتتعلموا، وهذا ما أفاده النووي وأفاده كذلك صاحب العون. أما لتعلموا، لتعلموا صلاتي، يعني هم يعلمون صلاته وهو تحت ما يحتاج إلى منبر ليعلموا، وإنما لتتعلموا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدنا قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقتين أو مرقتين، مرقتين أي درجتين ترقى عليهما، وهذا يعني أن المنبر ما كان ثلاث درجات للرقي وإنما كان درجتين يرقى عليهما ودرجة يجلس عليها. وإن كان هذا من تميم رضي الله عنه مشورة على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه صار سنة، ولذلك السنة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ما كان يخطب إلا على المنبر، فصارت السنة أن يكون الخطيب على المنبر، فإن خطب الخطيب على الأرض صحت خطبته وصلاته وقصر. يعني السنة الآن أن يخطب على المنبر وأن يخطب خطبتين بينهما جلسة، فهذا الجلوس ليس لكبر سن ولا لغيره، بل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب موضع المنبر. حدثنا مخلد بن خالد، حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الحائط كقدر ممر الشاه. يعني ما كان المنبر ملتصقا بالحائط بحيث إذا جلس يعني يصطدم ظهر النبي عليه الصلاة والسلام في الجدار، وإنما كان بعيدا مقدار تقريبا شبر أو مقدار 50 إلى 60 سنتي فقط، وثم بعد ذلك الجدار. نعم، هذا من أعلى ما يقع لأبي داود، هذا من أعلى ما يقع لأبي داود. ففيه الحسن بن علي، حدثنا أبو عاصم عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، كم اللي بعد نعم محمد بن خالد أو مخلد بن خالد، حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة. ومثل هذا حينما يروي البخاري يكون من ثلاثياته، ليش؟ لأن مثل هذا الإسناد من ثلاثيات البخاري، البخاري يروي عن أبي عاصم عن ابن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، هذه إحدى ثلاثيات، وهذه من أكثر ثلاثيات أو من ثلاثيات البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال.
حدثنا محمد بن عيسى حدثنا حسان بن إبراهيم عن ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. قال أبو داود وهو مرسل: مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. نعم، الحقيقة هذا الإسناد فيه أكثر من علة. الإرسال الذي ذكره أبو داود رحمه الله تعالى، الإرسال هو بين أبي الخليل وقتادة، قال مجاهد أكبر من أبي الخليل. هو مجاهد تلميذ أبي الخليل، هنا هو أحد شيوخ أبي الخليل، يعني أبو الخليل يروي عن مجاهد، هنا روى مجاهد عنه، وهذا معروف في أولئك العلماء الكبار، لا يتورع أو لا يستكبر، يعني لا يجد أحدهم أي غضاضة في نفسه أن يأخذ الحديث عن تلميذه، وخاصة إذا كان هذا التلميذ عالما، خاصة إذا كان هذا التلميذ من العلماء أو من الجهابذة وكذا فيأخذ عنه. ومعروف كما أخذ سفيان الثوري وهو الكبار جدا عن سفيان بن عيينة وهو تلميذه، لكنه أخذ عنه وحمل عنه، بل كان سفيان بن عيينة له أسانيد أعلى من أسانيد شيخه في بعض الصور في بعض الأحيان، هذا لا مانع منه، هو من رواية الأكابر عن الأصاغر. هناك أيضا علة أخرى في هذا الحديث، وهي ليث بن أبي سليم اختلط، وكان سيء الحفظ، كان سيء الحفظ، يعني هو يعني ذكر فيه الذهبي رحمه الله قال فيه ضعف يسير لسوء حفظه، فيه ضعف يسير لسوء حفظه. فهذا الضعف ماذا يفعل بحديثه؟ حديثه ضعيف، وبالتالي فالإسناد ضعيف قبل أن نصل إلى الموضع الذي فيه الإرسال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وقت الجمعة. حدثنا الحسن بن علي حدثنا زيد بن الحباب حدثني فليح بن سليمان حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. جميل. هذا الحديث يخالف الحديث السابق، هذا الحديث يخالف الحديث السابق. الحديث السابق أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، يعني يجوز لك أن تصلي قبل أن تزول. ولذلك بوب له الإمام أبو داود باب الجمعة قبل باب يوم الجمعة قبل الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، يعني أنه يجيز ذلك. لكن يعني ليس في الحديث ما يدل على أن الصلاة هي صلاة جمعة، وإنما في الحديث أنه تصلى يوم الجمعة بالذات دون بقية الأيام صلوات النوافل، يعني هذا أظهر في الحديث من ماذا؟ من توقيت صلاة الجمعة. ولعل أبا داود أراد ذلك، واضح؟ لعل أبا داود أراد ذلك. ثم لما ذكر باب وقت الجمعة بيّن أن لها وقتا مختلفا، لكن أبا داود بيّن للجمعة وقتين لا وقتا واحدا. أبو داود رحمه الله تعالى بيّن أن للجمعة وقتين لا وقتا واحدا. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا يعلى بن الحارث سمعت إياس بن سلمة بن الأكوع يحدث عن أبيه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان فيء. نعم، هذا الحديث أصح من الحديث السابق. الحديث السابق فيه علة، وعلته فليح بن سليم بن سليمان بن سليمان. نعم، ما له؟ صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ. الحديث الذي بعده أصح منه وأرجح، وفيه أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم ينصرفون وليس للحيطان فيء. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة،
وكان يؤذن المؤذن قبل أن يبدأ بالخطبة. نعم. ثم بعد أن ينتهي من الخطبة، وكان يقرأ في خطبته كل جمعة أحيانا بسورة قاف، يعني يشرح من سورة قاف، يعني يفسر سورة قاف وموعظة، ويصلي صلاة الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام بالإشارة، إن طول خطبة إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، فكان صلاته طويلة. فإذا انتهى وسبح الناس وخرجوا من صلاتهم، انتهوا وخرجوا وما زالت الحيطان ليس لها في، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر بعد أن تزول الشمس لكان بدأ الفيء قبل أن يبدأ بالخطبة، ثم يخطب ثم يصلي ثم يسبح الناس ويخرجون، فلا بد حينئذ من أن يجدوا فيئا يتفيئونه. واضح؟ وهذا دليل على أن وقت صلاة الجمعة ليس مقيدا بما إذا مالت الشمس كما في الحديث السابق، بل وقت صلاة الجمعة ممتد بما قبل ذلك، ممتد بما قبل ذلك. وهذا الحديث في الصحيحين، ويؤيد هذا الحديث الذي بعده. نعم، هذا أحمد يونس، حدثنا يعلى بن الحارث، سمعت إياس ابن سلمة يحدث عن أبي. نعم، رباعي هذا، تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. نعم، هذا الحديث أين وجه الدلالة فيه أو الدلالة؟ قلنا هذا الحديث يدعم الأول. تفضل. القيلولة، لأن الأصل في القيلولة أن تكون قبل الزوال. نعم، القيلولة قبل أن تميل الشمس، والغداء كذلك، وإنما الغداء يكون قبل الظهر، بل إنما يأكله المرء بعد الفجر يكون غداء، فإذا أخروا غداءهم تغدوا قبل الظهر، لكن إذا أكلوا بعد ذلك لا يسمى غداء. ومع ذلك فلنقل إنهم تجوزوا في تسميته غداء. أما قولهم هنا كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، فهذا يدل على أن القيلولة قبل الزوال، يدل على أن، وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد على أن صلاة الجمعة تكون قبل الزوال. الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج بهذا الحديث على أن صلاة الجمعة تصلى قبل الزوال، وعليه فإن هذا يوافق ما كنا ذكرنا في قضية الزبير، عبد الله بن الزبير، حينما صلى الجمعة مع العيد. نعم، وهذا أيضا رباعي، وهذا أيضا رباعي. محمد بن كثير هو من كبار أو من أكبر شيوخ البخاري وأبي داود، اشترك فيه البخاري وأبو داود في رواية عنه، فهو من كبار. وإذا حدث عن سفيان الثوري، هذه أسانيد عالية، هذه أسانيد عالية، و من أهل المقامات الغالية، لأن الإسناد كلما كان أعلى كلما تفوق صاحبه في روايته. نعم، لاحظ هنا عندنا هذا إسناد رباعي، وقبل الذي قبله يعني مر معنا أكثر من إسناد يعني عالي في متقارب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النداء يوم الجمعة. حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، أخبرني السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. طيب، هذا الحديث صحيح، هذا الحديث الصحيح، حديث البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن له يوم الجمعة أذان واحد فقط. متى كان هذا الأذان؟ بعد أن يصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر. وما كان يؤذن قبل ذلك؟
في هذا دليل على أن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية، لأنه يؤذن فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في القراءة، في الصلاة، في الخطبة، ثم لا يفصل بين خطبته وصلاته بصلاة سنة. من هنا كانت السنة، وعليكم السلام، من هنا كانت صلاة السنة القبلية للجمعة هي بدعة قبلية وليست سنة قبلية. وهؤلاء الذين يصلونها يقيسونها على صلاة الظهر، وإلا فمن أين جاءوا بسنة قبلية للجمعة؟ ما في سنة قبلية للجمعة. الأصل أن الناس تجلس، الأصل أن الناس تصلي، أول ما تأتي المسجد تبكر تصلي، تستمر في الصلاة، يعني لا تجلس. وحتى قراءة القرآن ليست هي السنة يوم الجمعة، بل الجمعة السنة فيها أن يصلي وأن يطيل في الصلاة إلى أن يؤذن، فإذا أذن انتهى، وقف واستمع إلى الخطيب. الذي يحصل الآن يجلس ويرتاح ويقرأ، فإذا أذن المؤذن قام وصلى، يعني خلاف السنة. ما هي السنة هذه؟ هذه مخالفة للسنة، هذه هي المخالفة. بعد أبي بكر وعمر كثر الناس وتفرقوا في العوالي في أسواقهم، فكان إذا أذن المؤذن لا يدركهم. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا، يعني عندما يكثر الناس الأمر يختلف، يعني لما يكون كل أهل المسجد 500 واحد، 600 واحد، 1000 واحد، الأمر سهل، وتجد الألف يعني متقاربين في حتى المستوى الديني وكذا. لما يصير أهل المسجد 10,000 واحد مثلا، أو كانوا 500 صاروا 5,000، أو صاروا 3,000، فرق كبير جدا. فهؤلاء يحتاجون إلى ماذا؟ أن يؤذهم الإمام أذن من أجل المجيء مبكرا حتى يبكروا، بل حتى يدركوا الجمعة. ولذلك كان عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وأن سنتهم سنة متبعة، فكان يبعث من يؤذن على الزوراء، مكان رفيع يسمع الناس فيه وفيه الأسواق، فيسمع الناس ويأتون. كان يبعثه تقريبا يمكن الساعة 11 عندما يتعالى النهار، 10:30، 11، 11:30، بحيث يستطيع الرجل يذهب إلى بيته يغتسل ويأتي إلى المسجد. أما من بكر ابتداء فإنه لا يحتاج إلى أذان الزوراء. ولذلك بعض أهل العلم يرى أنه الآن لا حاجة بنا إلى هذا الأذان. لماذا؟ لأن الأذان صار يصل الناس يعني أبعد ما يكونون، وهذا الكلام قد لا يكون دقيقا. لماذا؟ لأن المشكلة ليست فقط في سماع الأذان، وإلا لكان عثمان بعث الناس يؤذنون قريبا من الأذان أو وقت الأذان، يعني في أماكن شتى حتى يسمعوا. ولكن المقصود أن يدرك الناس، وإدراكهم لا يكون بأن يسمعوا في وقت الأذان مثل الآن، الأذانان ملتصقان، يعني يؤذن الأذان الأول والأذان الثاني مباشرة، حتى أصبح الأذان الأول مثل من أجل صلاة السنة، يعني مجرد ما يخلص صلاة السنة بيقوم المؤذن بأذن الأذان الثاني. والأذان الأول أيضا في وقت الصلاة، يعني الأذان الأول في وقت صلاة الظهر. عثمان كان يبعث الناس عندما تعالى النهار في أول، يعني عندما يكون الساعة قبل الظهر بساعة زمان بكذا ماشي، ولو فعل ذلك لا بأس بذلك، هذا يذكر. لكن جمعهما هكذا ليست هي السنة، ولو فعل على أنه ما فعله عثمان فإن هذا يعني ليس دقيقا، ولكن من احتج بعثمان فله حجة فيه، يعني لا يقال عثمان لم يبتدع، وإنما عثمان عمل بأمر رأى أن له فيه سعة، لأن الأذان في أول الأمر كيف كان؟ كان مشهورة، والنبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، فمنهم من أشار بالناقوس، ومنهم من أشار بالطبل، ومنهم من أشار بأن المهم في النهاية رأى الصحابي ورأى، يعني رأى عمر ورأى مين؟ عبد الله بن زيد، ولا مين اللي رأى الأذان الثاني؟ الصحابي الآخر، فرأى الأذان في الرؤية،
فأمضى النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في هذه الرؤية، والأذان بعد ذلك صار واجبا على الجماعة بالصورة الموجودة الآن. فاجتهد عثمان، وكان اجتهاده موضع إجماع من الصحابة ما أنكر عليه أحد، فصار شرعا متبعا في مثل الحال التي هو فيها، مثل الحال التي كان عليها المسلمون، فهو سنة أحد الخلفاء الراشدين. نعم، حمك الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد، وأبي بكر وعمر، ثم ساق نحو حديث يونس. نعم، يعني محمد بن إسحاق عن الزهري، ماذا فيها؟ محمد بن إسحاق عن الزهري، هو مدلس، فإذا عن إذا صورة هذا الإسناد، صورة الإسناد ضعيف لأنه معنعن، والمعنعن مدلس، إلا أنه صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد فزالت العلة، صرح بالتحديث في مسند الإمام أحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد يعني ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد بلال، ثم ذكر معناه. نعم. حدثنا محمد بن يعني هذا يشهد لما سبق، هذا الإسناد يشهد لسابقه، الإسناد الثاني هو الذي يشهد لسابقه، والثاني صرح فيه بالتحديث. خلصت الحديث الأخير؟ كم؟ قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. ما قرأته بمرة؟ فسألن بعد الأذان، أنا ظننتك قرأته لسه وكذا.
نعم. هنا المحقق ذكر عن الحديث الأول قال فيه وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره، فذكر هذا في الحديث الأول، لن يتأكد إنه هل هذا في الحديث الأول أم في الذي بعده، يعني ما رجعت أنا مسند الإمام أحمد من أجل التأكد من هذا الحديث. أبا يحيى تأكدت من أن الحديث الأول لم يصرح فيه أحمد بالتحديث، لأن المحقق ذكر أنه صرح فيه بالتحديث عن الحديث الأول، تأكد تأكد خير إن شاء الله. نعم تفضل. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد بن أختي نمر أخبره قال: ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، وساق هذا الحديث وليس بتمامه. أيضا هذا يشهد للسابق، لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مؤذن واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي، حدثنا مخلد بن يزيد، حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال: اجلسوا، فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعال يا عبد الله بن مسعود. قال أبو داود: هذا يعرف مرسل، إنما رواه الناس عن عطاء. هذا يعرف مرسل حاشية هذا يعرف مرسل حاشية كاف، أي على حاشية نسخة كاف، مرسلا يجوز نصبه على الحالية ورفعه على البدلية من ضمير يعرف، ورسمه في المطبوع مرسل، يعني اضبطه مرسلا، قرأه مرسلا إن شاء الله. قال أبو داود: هذا يعرف مرسلا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخلد هو شيخ. طيب، هناك تعليق للمحقق، هنا المحقق له تعليق يقول: وابن جريج هو عبد العزيز عبد الملك بن عبد العزيز، وهو إلا مصرح بسماعه من عطاء، طبعا هو يدلس. قال: وهو لم يصرح بسماعه من عطاء، فروايته عنه محمولة على الاتصال كما صرح هو نفسه بذلك فيما أسنده ابن أبي خيثمة في تاريخه عن يحيى القطان عنه. وبالتالي فالخوف بهذا يعني يزول من قضية الانقطاع بينه وبين شيخه، يعني بين ابن جريج وبين عطاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الجلوس إذا صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبد الوهاب عن ابن عطاء عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، أراه قال المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. هذا الحديث اسناده فيه العمري، حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري، والعمري هنا هو عبد الله ابن عمر المكبر وليس المصغر. المصغر لا شك انه في عالي الطبقات يعني، من وهو من اوثق الناس في نافع، الا ان هذا هو المكبر وهو عمر ابن عمر وليس عبد الله بن عمر وليس ابن عفوا عبد الله وليس عبيد الله، وبالتالي فهو ضعيف، هو ضعيف، لكن الحديث ثابت من غير هذا الإسناد في الصحيحين فلا يضر إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين ويجلس بين الخطبتين كما ذكرنا قبل قليل. الحديث السابق فيه أن الإمام له أن يكلم بعض المصلين فيما فيه مصلحة الصلاة
أو ما فيه أمر بمعروف كأمر النبي عليه الصلاة والسلام سليكا الغطفان أن يصلي ويتجوز في يوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخطبة قائما. حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد حدثنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. نعم، واضح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطب جالسا، وفيه إنكار على من كان في ذلك الزمان من الأمراء يجلس على منبر عال ويخطب الناس من حال جلوس، يعني هذا في إخبار وإنكار في آن معا. نعم، حديث طبعا كان حسنا أجل سماك، إلا أن الحديث صحيح لغيره، فالحديث في صحيح مسلم. نعم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى عن أبي الأحوص حدثنا سماك عن جابر بن سمرة قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. نعم، هذا أيضا يشبه الأول، وقوله هنا إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى، أي إسناد إبراهيم بن موسى وعثمان بن أبي شيبة واحد، واللفظ مختلف لكن معناه واحد، فهو واحد في اللفظ أو واحد في الإسناد، مختلف في اللفظ، متفق في المعنى. وكذلك هذا فيه سماك، فهو إسناد حسن. نعم. طبعا قوله هنا يقرأ القرآن ويذكر الناس، هذه حقيقة صلاة أو خطبة الجمعة، فخطبة الجمعة ليست نشرة إخبارية أو جريدة أن يقرأها الإمام أبدا، وإنما هي يقرأ القرآن ويذكر الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث، وكما في حديث أنه كان يقرأ بسورة قاف 2 أو 1.5 سنة وهو يقرأ بها، يعني يفسرها للناس يذكرهم بها، وهي تتضمن الكلام عن القرآن، الكلام عن الغابرين والسابقين، والكلام عن الاعتقاد والمعاد والجنة والنار وإلى غير ذلك من أمور الاعتقاد والذكر والموت والملائكة والقبر. الشاهد هذه الأمور كلها من الذكر الذي يحتاج الإنسان إليه في كل جمعة، كل أسبوع يجتمع الناس يسمعون ذكرى، يسمعون موعظة. أما أن يكون الناس دائما في أخبار في البيت، في الأخبار في الأحداث على الفضائيات، وفي الصباح عندما يذهب إلى العمل يترك العمل ويفتح الجريدة ويسمع الأخبار ويقرأ الأخبار، وطبعا في السيارة رايح جاي كذلك يسمع الأخبار، وعندما يبيت في الليل بدل أن يقوم الليل يسمع الأخبار، وحتى يوم الجمعة هذه خطبة الوحيدة في الجمعة التي يحضرها، ما يحضر شيء آخر ولا درس ولا شيء، يريد أن تكون أخبار. هذا كلام كله يدل على خذلان الناس، ابتعدوا عما كان ينبغي أن يكونوا عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة لا يتكلم، وساق الحديث. نعم، هذا واضح كما ذكرنا قبل قليل. وأما الجلوس فليس يتكلم فيه، ما في خطبة ولا في شيء، ولكنه يتكلم فقط حال الخطبة في القيام. هذان سؤالان، ولا ما أدري أكثر سؤالين. ما هو الأذان الثالث في عهد عثمان؟ الأول على الزوراء والثاني عند الصعود على المنبر، هل هذا صحيح؟ نعم، الثالث هو الإقامة، الثالث هو الإقامة. بعض الأئمة يقرأ ليلة الجمعة سورة الجمعة وفواتيح سورة الكهف، فهل هذا من السنة؟ لا، ولا يجوز تخصيص قراءة الجمعة ليلة الجمعة ولا فواتيح سورة الكهف. هل يجوز التنفل قبل صلاة الجمعة إن كان قبل الزوال؟ نعم، يجوز التنفل قبل صلاة الجمعة، بل هذا السنة أن تستمر في التنفل وتطيل الصلاة ركعتين ركعتين إلى أن يؤذن، فإذا أذن اجلس، إذا أذن اجلس لا تصلي، الناس تبقى جالسة فإذا أذن قاموا مع الأسف. إذا كان المشركون يخاطبون فروع الشريعة فكيف يوجه حديث ابن عمر أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يوجه كما ذكرنا، إما أن يقال إنه أعطى الثوب لأخيه المشرك من أجل أن ينتفع به
أن يبيعه أو أن يلبسه زوجته، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.